مساء الخير. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. كيف يكون لنا السلام وسط الاضطراب والخوف الكبيرين اللذين يعيشهما العالم اليوم؟ وعن أي سلام نبحث وسط الانذارات الكبيرة بالمجاعات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية في كل الكرة الأرضية؟ فهل السلام هو السلبية وعدم التأثر بالظروف والمؤثرات التي تدور حولنا، أو كما يظنه البعض عدم المبالاة أو عدم الشعور؟ وإن كان السلام عمل إيجابي، فكيف يكون اطمئنان القلب في الداخل من جهة، وفي الخارج كل الأمور التي تدور تنذر بالخطر؟ وهل السلام يتعلق بمشاعرنا المتغيرة المتقلبة، أم يتعلق باقتناعاتنا وفهمنا لحقيقة الأمور؟ الليلة في ظل القدير نسأل عن الاطمئنان والسلام في قلب الزوابع والعواصف. فهل علينا أن نتعلم عن السلام، أم نكسب سلام ونعمة وأمان الله؟ نختم الليلة سلسلة حلقات رافقناكم من خلالها في كل التطورات التي نعيشها وسط كل الأزمات التي نمر بها عبر سات سبعة، ونختم حلقتنا الليلة بالعودة إلى الأصل، إلى كلمة الله المحية والمشجعة لتمتلئ قلوبنا مرة جديدة بالمحبة والسلام. ضيفي في الاستوديو الأب هاني طوق، أهلا وسهلا فيك. شكرا لتلبيتك دعوة سات سبعة. أيضا عبر سكايب سينضم للمعالجة النفسية كريستيان جيم شيحة، وأيضا الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ. أستاذ زياد مساء الخير. مساء الخير أستاذ ميلاد، لألك ولأبونا هاني الصديق العزيز حبيبي. شكرا شكرا لك. اليوم عم نحكي عن السلام وسط الاضطرابات هناك، وعم نحكي حكينا مع الأب طو، حكينا قبل شوي مع المعالج النفسي عن السلام الشخصي. معك بدي أحكي شوي عن السلام الجماعي، عن سلام المجتمعات. كيف يمكن أن نبني السلام اليوم وسط الاضطرابات؟ يعني اليوم أحوج شيء أنه نبني هذا السلام يلي هو إذا بدك مجموع، وما بعرف بدي أسألك، هل السلام الجماعي هو مجموع السلام الفردي؟ إذا بهل يعني بقدر هيك أعمل المعادلة، كيف يمكن أن نبني السلام أو العدالة الاجتماعية؟ طبيعة الحال أستاذ ميلاد، السلام الجماعي هو نتيجة السلام الفردي. نعم، هيدا أساسي، لأنه إذا الناس مش متصالحين فرديا مع حالهم، إن بيقدروا ياخذوا مجتمعهم على تشنجات، على مواجهات داخلية، وبعدها على مواجهات مع الخارج. وعندما أتكلم عن الخارج أتكلم عن كل أنواع الحروب، وليس فقط الحروب العسكرية والأمنية. هناك حروب اقتصادية، وهناك حروب طبية، وهناك حروب أخلاقية. نقدر هلأ نتوسع بتفصيل خصائص الحروب. للأسف عالمنا في كل المراحل، لكن خصوصا في المئة عام الأخيرة، كانت مسيرته مثخنة بالحروب والجراح. أولا خلينا نتفق أنه السلام يقوم على العدل. عندما أتكلم عن العدل لا أتكلم عن المعطى القيمي فقط. العدل يترجم بالعدالة، والعدالة هي عدالة اجتماعية، هي حريات عامة، هي حقوق إنسان. نعم. عندما أتكلم عن حقوق الإنسان أتكلم كما عدنا إلى الحلقة الأولى، نحن كنا في سياق مسؤولية الجماعة عن الفرد. اليوم بدأنا نتكلم عن مسؤولية الفرد عن الجماعة. البارادايم شيفت، هالنموذج اللي عمليا بدأ يتحول أو يتكامل مع مسؤولية الجماعة عن الفرد. ولكن السياق يلي عم نحكي فيه، حب أرجع لكلام اللاهوتي السويسري هانس كونج، ولا أريد أن أقول عنه اللاهوت كاثوليكي لأنه هو تحول مسكونيا. في عبارة شهيرة له وأخذت جدل في الكنيسة الكاثوليكية تحديدا، أن لا سلام بين الأمم دون سلام بين الأديان. هيدي قصة كتير مهمة، خصوصا في مرحلة نحن بدأنا نشهد فيها، خصوصا في 20 عام الأخيرة، تصاعد تطرف، تصاعد الكسينوفوبيا، تصاعد الشعبوية، والكثير منا مبني على التمايز الديني، ولا أتكلم عن اختلاف. نفس الوقت نروح على
كلام للشيخ عبد الله بن بيه، وهو أحد أكبر علماء السنة ورئيس منتدى تعزيز السلام في المجتمعات المسلمة، وملفت كلام. يقول في أحد أحاديثه: السلام الباطن هو سلامة الصدور والمحبة لكل الناس ولكل الكائنات، وسلامة الظاهر نعم هو أن يحب المرء الآخر وأن يكف يده ولسانه عن أي اعتداء على كرامته. هانس كون الشيخ عبد الله بن بيه، طب راقب مسيرتهم. هانس كون مواليد 28، صار عمره 92 سنة. الشيخ عبد الله بن بيه مواليد 1935. هن مهدوا لوثيقة الأخوة الإنسانية، المفصل هون يلي وقعها قداسة البابا فرانسيس ومفتي الأزهر الشيخ أحمد طيب، وأثنى عليها المرجعية الشيعية النجف سيد السيستاني وكل المرجعيات الدينية الأخرى في العالم، حتى كان هناك تصريح للدالاي لاما في هذا السياق أن هذه مبادرة شديدة القيمة على المستوى الإنساني. السلام هو بداية قناعة قيمية بأنه لا يمكن إلا أن نعيش مع بعضنا البعض، ونحن نحتاج بعضنا البعض. وأحدى مرتكزات السلام أيضا أن تعود السياسة إلى فن إدارة الشأن العام، الخير العام، وأن تصبح أي إيديولوجيا، ولا يمكن أن نحاكم الإيديولوجيات، هذا سياق فلسفي. هناك حتى في اليهود الفطرة سياقات إيديولوجية متشددة، إذا لم يكن وصلتها الأساسية الأخلاقية هو كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية والسلام ما بين الأفراد وفيما بين المجتمعات، نحن نكون أمام حالة تفتيت. هذا بده بعد اقتصادي وبده بعد اجتماعي وبده بعد سياسي وبده بعد دستوري وبده بعد قانوني، ولكن أهم شيء بده بعد أخلاق. والدين يمكن أن ينجح إلى خيارين، إما خيار تدميري إذا تحول إلى تشدد وتعصب أعمى، وأما إلى حال من السلام. نحن مدعوون في هذه المرحلة نعم. إلى أن نذهب بهذا الاتجاه. أعتذر ربما أطلت. لا لا لا، بالعكس نحن مستمتعين باللي عم بتقوله، بس لحتى بس هل يعني هل تعتقد بأن مثل ما ذكرت السلام بين الأديان يزيد من تكافؤ الفرص، من الانتظام الديمقراطي، من التداول السلمي للسلطة، أم شلتنا بمحل تاني؟ يعني هل أدي حطيت إذا بدك تقل على أنه وكأنه يعني رأس للعديد من الحلول؟ أكيد رح أقول لك لا، كيف؟ لأنه لا إمكانية لترسيخ الديمقراطية إن لم تكن هناك بوصلة أخلاقية توقف الجنوح إلى الديكتاتورية والدولة البوليسية. ولا يمكن أن تذهب اتجاه العدالة الاجتماعية إذا ما كان عندك بوصلة أخلاقية بتحد من الليبرالية وحتى من الاشتراكية بمعناها الثوري العنفي البروليتاري. ما فيك أيضا طبيعة الحال تحكي عن انتظام في التداول السلمي للسلطة إذا ما عمليا الناس اللي مستلمين الشأن العام وهم المدنيين لديهم بوصلة أخلاقية. ولهذا وأنا مع فصل الدين عن الدولة بطبيعة الحال، ولكن يبقى الدين بوصلة أخلاقية في مكان ما مع القيم الإنسانية. إذا المسؤولين المدنيين ما أعادوا الاعتبار، لأنه في منهم علمانيين ربما قد يكونوا ملحدين قد يكونوا متدينين، هذا شأنهم، ولكن في كل الأحوال البوصلة الأخلاقية واضحة التي تحملها الأديان وهي بوصلة إنسانية. إذا لم ننحو بهذا الاتجاه سنكون أمام كارثة كبرى، كما كنا أمام كوارث كبرى في المراحل السابقة. رح خليك معي أستاذ صائغ، بدي أسأل يعني الأبهاني قد بتوافق الأستاذ زياد علي اللي عم بيقوله، إلى أي مدى قلت سابقا أنه كورونا خلت كل شيء، ظهرت كثير امور وحطتها على الطاوله، تفضلوا هذه امور ملحه يجب ان تعملوا عليها. المساله اللي طرحها الاستاذ صائغ ليش برايك ايضا كمان ملحه؟ هذا الحوار بين الاديان، هذا التلاقي بين الاديان. اول شيء استاذ زياد، استاذنا نحن بنفتخر فيه وبنفتخر بعلمه وبمقدرته الفكريه والثقافيه. نعم. اثنين، صحيح جدا انه لا سلام الا سلام بين الاديان. هلا
هاي معضلة بحد ذاتها، لأن الأديان تكوينها إقصائي، يعني بكينونتها بحد ذاتها، يعني الفاكت تبعولها إذا بدك هو إقصائي للآخر الذي لا ينتمي إلى هذا الدين. أوكي. مشان هيك بتحس أوقات الطبيعة اللي ممكن تجمعنا. أنا بفرح كثير وقت اللي بعمل هيك مسيرات بالطبيعة، بيكون معي من كل الأديان، وقت اللي بنقعد تنصلي هالطبيعة بتجمعنا كلنا سوا دون أي تمييز. نعم. هلا قديش فينا نشتغل على الأديان تبعنا إنه تبطل إقصائية وتقدر تقبل الآخر المختلف؟ هيدا بعتقد اشتغلت عليه الكنيسة الكاثوليكية بشكل كبير بالمجمع الفاتيكاني الثاني، كثير كبير، ولد من بعد تيارات كبيرة صارت هيك منفتحة بشكل كثير كبير. قديش بقية كمان الكنائس وبقية الأديان وبقية الجماعات قادرة تشتغل على أنها تبلش تقبل الآخر المختلف، تبلش الآخر المختلف من شيطنه، الآخر المختلف من كفره، الآخر المختلف هو كمان ابن لهذا الإله، هو كمان مخلوق على صورة الله، الآخر المختلف أي كان هذا المختلف هو شخص محبوب من قبل الله. وقت اللي أنا بشيطنه، وقت اللي أنا بكفره لأنه لا ينتمي إلى نفس التقليد، إلى نفس الإيمان، إلى نفس الجماعة، إلى نفس المذهب، إلى إلى إلى، أنا راي على حرب، لا 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 يعني، أو منروح على صراع الحضارات. وبتعرف إنه الحضارات بالعمق اللي وقت اللي كتب الكتاب الشهير فوكوياما، ما كان الموضوع الحضارات بحد ذاتها قد ما هي أديان، يعني الأديان بعمقها. أو منروح على مثل هالوثائق اللي صارت بين البابا والأزهر، وبين هالمساعي اللي عم بتصير يوميا بمختلف البلدان. هل الأب، يعني سؤالي الأخير للأستاذ صائغ، تحدث الأب طوء على أنه كورونا فرضت يعني أمور كنا بدنا سنوات لنحلها، هل مستبشر خير أنه أن تفرض كورونا شيئا ما بهذا الإطار اللي تحدثت عنه؟ خليني كون براغماتي، مش تفاؤلي ولا تشاؤمي، تشاؤلي. وأعترف مع أبونا هاني أنه نحن نحتاج إلى ثورة في قلب الأديان بداية، لنخرجها من الإقصائية ومن احتكارية الحقيقة. لا أحد يملك الحقيقة، الحقيقة نتعرف عليها كل يوم أكثر، وهي موجودة في قبصها في كل الأديان. وهون يمكن قد يكون هناك اعتراض من كل دين لأنه بيعتبر حاله خاتم الأديان، ولكن بطبيعة الحال الحقيقة موجودة في قبصها في كل الأديان، والمطلوب أن نتنسمها معا من أجل كرامة الإنسان. بالنسبة لسؤالك أستاذ ميلاد، جائحة كورونا فرضت علينا إعادة نظر بسلوكياتنا، بتفكيرنا، بأنماط علاقتنا المجتمعية، بسياقات العمل السياسي، بتحولات الاقتصادية في العالم. وأعتقد أنه أكثر ما فرضته نعم هو إعادة النظر بالديونتولوجيا، المسار الأخلاقي في العالم. إذا ما عدنا إلى المسار الأخلاقي اللي بحط البوصلة هي كرامة الإنسان والسلام، وأنا سعيد أنك فتحت هذا الأفق، وكان في كتير في كتير إصرار حلقات سابقة على الفرد، الآن نحن نتكلم عن الحالة المجتمعية الشاملة، وهذه نقطة كتير أساسية. السلام هو الذي يضمن كرامة الإنسان، مش كرامة الإنسان يضمن السلام. بعتقد هذا بارادايم شيفت كمان صار بده نقاش كتير، لأنه بدك تعمم السلام المجتمعي انطلاقا من العدالة ومن الحريات العامة وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والديمقراطية، حتى تقدر عمليا تقول أنا حافظت على كرامة الإنسان الفرد. هيدا الشيء اللي دخل بالأديان كمان زيادة فيما بين حتما يعني حتماً. أنت بحاجة تعمل ثورة بقلب الدين، بقلب المنطوق اللاهوتي الفقهي، إذا بدك التلمودي، يعني أنت بحاجة أنه تعمل ثورة إنسانية كبرى لحتى تقدر
تبلش تروح عند الآخر. يكون مستعدين يا أبونا أنه يقصونا مثل أقصولا لهانس كينغ حوالي 50 سنة، بعدين رجعوا واعترفوا تفكيره تفكير سليم. بعتقد هيدا مطرح نحن نتعرض كلنا، لأنه كمان في حلقات سابقة وتكلمنا عن الضعاف دور ذات المسؤولية بصوت شوي عالي، ربما هذا يزعج، ولكن نعم نحن نحتاج دينامية أخرى هي على مستوى مفهوم التعاضد، ممارسة التكامل، السلام المجتمعي في حماية كرامة. نعم كورونا فرضت بدرجة أولى أيضا على كل الأديان أن تعيد النظر ليس في سرديتها وليس في خطابها، ولكن أيضا إدارة الكنسات التي تنتمي إلى أخلاقياتها وإيمانها. أستاذ زياد صائغ، اسمح لي أشكرك عن كل الحلقات، أشكرك عن حلقة ليلي وعن كل الحلقات اللي رفقتنا فيها. شكرا لكل هالقيمة المعرفية اللي قدمت لنا إياها للبرنامج. شكرا لسات سفن على هالفرصة، شكرا لك. أنا استمتعت جدا، أتمنى أن نكون حاولنا التفكير على صوت عادي، وعلى أمل اللقاء القريب. تحية لك فريق عمل في ظل القدير وإدارة سات سفن، وأيضا لأبونا هاني ولكل ضيوفك السابقين. شكرا أستاذ صائغ الخبير في السياسات العامة. We'll be right back.